سيد أبو عمار تبرع في ترميمها عائلة بناء. ما نجيب القمح بنحطه على الطباخ بنضل نسلك فيه تي يستوي شوي يفتح، بنحط عليه اللوز وبعدين بنحط الزبيب بنخلي شوي وبنحط الكلفة في الآخر اليانسون والشومر مشان نضلها ريحتها طيبة، يعني ما تروحش يعني ما تصيرش يعني تظلها مليحة طعمها، وبنحط السكر في الآخر بتظلها تتطبخ شوي شوي تمنها تعكد. في بيوتنا بوكلوا أولادنا وأهلينا، وهنا بوكلوا الطايفة بتيجي طايفتين روم ولاتين وبيجوا بيصلوا بيحتفلوا مع بعض وبوكلوا. اليوم في صلاة غروب وبيصلوا وبيطلعوا بتناولوا القربانة، بكرة قداسها في لها قداس.